أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الارضين واللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين واجه الامام العسكري صلوات الله عليه ضغوطا شديده من قبل جبابره زمانه لسببين السبب الاول ذاتي لانه الامام الحق والممثل لاراده الله في الارض والخليفه لرسول الله الجامع لعلومه واحكامه وحلاله وحرامه السبب الثاني لانه والد خاتم الاوصياء وحجه الزمان الذي ادخره الله عز وجل لاقامه دوله الحق ونشر رايه الهدى ومحو الظلم والكفر والفساد الذي يمثله الطغاه والجبابره في السبب الاول هناك اشتراك بينه وبين سائر الائمه عليهم السلام فان الظلم الذي نزل بالائمه واستمر ناشئ من كونهم ائمه على الخلق وحجج لله تبارك وتعالى ولكن انفرد الامام العسكري صلوات الله عليه بظلم اضافي عليه نزل لكونه امتداد حجه الزمان وسبب وجود المنقذ الذي تقر له جميع الاديان والشرائع في انه سينجي الارض واهل الارض من فساد الظلم وجورهم وفسقهم ومن هنا كانت الدوله العباسيه جامعه لكل قواها في مراقبه الامام صلوات الله عليه وادخلوا العيون حتى الى بيته وأعملوا حتى النساء لأجل الاطلاع على أهله بحثا منهم عن ولادة المهدي صلوات الله عليه، كانوا يعلمون بأن الإمام العسكري هو والد المهدي فكانوا يتربصون به الدوائر لاجل معرفة ولادة الإمام، ثم قتل الإمام. وإذا تعذر عليهم ذلك قتلوا نفس الإمام صلوات الله عليه. ولذلك عمر الإمام عمر قصير في 28 سنة دس إليه السم من قبل المعتمد العباسي، لماذا قتلوه؟ أرادوا بهذا العمل أن يقطعوا نسل الإمام لكي لا تمتد الإمامة من بعده وينجو من قضية المنقذ، قضية المخلص. هناك رواية وردت عن الإمام العسكري في هذا الشأن، يقول عليه السلام: (زعمت الظلمة) أنهم يقتلونني ليقطعوا هذا النسل، إذا الخطة التي كانت تخططها الدولة العباسية وفي ذاك الزمان دولة كانت كبيرة واسعة الأطراف يريدون قتل الإمام لاجل ان يقطعوا نسله، لماذا يقطعوا نسله؟ لكي لا يكون منقذ للارض ولاهل الارض من ظلم الجائرين وفسادهم. لاحظوا هذا المحور الذي يشير اليه الامام، هاي النكته قضيه حقيقيه كانت ولا زالت الى يومنا هذا هي جوهر الصراع بين المسلمين وغير المسلمين وبالاخص بين الموالين المؤمنين وبين غيرهم. اذا نلخص اهداف الصراع اللي موجود في بلادنا وخصوصا في البلاد التي يقطنها اهل الايمان. زياده الفتن، زياده المشاكل، زيادة الحروب، التفرقات المختلفة، ما يخرجون من فتنة الا ويدخلون في فتنة اخرى، جوهرها وروحها هذا، قضية الايمان والاعتقاد بالمنقذ الذي ينجي الارض واهلها من ظلم الظالمين وجور الجائرين. وبهذا النحو من الفكر كل اهل الجور والفساد يخافونه ويرتعبون منه وما في فرق بين دوله عظيمه ودوله غير عظيمه حاكم كبير وحاكم صغير حكومه ذات سلطه نافذه او حكومه غير ذات سلطه نافذه الكل كل ظالم وجائر وفاسد يخاف من قضية الظهور المبارك وانقاذ اهل الارض من ظلم الجبابرة. لذلك سعيهم حثيث على محاربة الامام والسعي لقتله. من هنا نلاحظ ان في سيرة الامام العسكري صلوات الله عليه جمله من الاعمال تكشف عن واقع المواجهه اللي كانت حاصله، وان الامام كم عانى من هذه القضيه. منها ان الامام كان يخفي ولاده المهدي صلوات الله عليه، ولا يظهرها الا للخواص الخواص من الشيعه. ما كان يظهر ولادته وكان يمنع حتى من ذكر اسمه. لأن اصل الاعتقاد بهذه الفكره وكل من يرتبط بالامام ويعلم بهذه الفكره كان يتعرض الى السجن ويتعرض الى الاذى والظلم. لاحظوا هذه الروايه. الروايه وردت في بعض كتبنا المعتبره منها كتاب الاحتجاج. وفي تفسير الامام العسكري ايضا الظاهر انها وارده رواها احمد بن اسحاق الاشعري وهذا الرجل من كبار علماء الشيعه القميين وله كتب عديده وكان من خواص الإمام العسكري صلوات الله عليه رجل في غاية الجلال والاعتبار قال يروي هذه الرواية قال دخلت على أبي محمد الحسن بن علي العسكري وأنا أريد أن أسأله عن الخلف من بعده هو دخل بهذه الإرادة فابتدأه الإمام بالكلام يعني قبل أن يطرح السؤال يذكر السؤال الإمام بادره فقال له يا أحمد بن إسحاق إن الله تبارك وتعالى لم يخل الأرض منذ خلق آدم ولا يخليها الى ان تقوم الساعه من حجه لله على خلقه اذن الحجه الالهيه ملازمه للوجود البشري زين شنو وظيفه هذه الحجه به يدفع البلاء عن اهل الارض وبه ينزل الغيث يعني واسطة في الفيض أو الباء للسببية بأن يكون به الوجود وبه يخرج بركات الأرض بس البركات بأنواعها قال فقلت له احمد بن اسحاق يقول قلت له يا ابن رسول الله فمن الخليفه والامام بعدك فنهض مسرعا جواب العمل مو جواب القول فنهض مسرعا فدخل البيت يعني الغرفه ثم خرج وعلى عاتقه غلام كأن وجهه القمر ليلة البدر من أبناء ثلاث سنين يعني أحمد بن إسحاق ثلاث سنوات الإمام كان مولود واحتمال هو خبر ما عنده ما يعلم وهو من خواص الخواص شوفوا مستوى الكتبان جد كان شديد وقال لمن جاء به قال يا احمد بن اسحاق لاحظوا هاي شهاده من الامام في حقه لولا كرامتك على الله وعلى حججه ما عرضته عليك ما عرضت عليك ابني هذا انه سمي رسول الله صلى الله عليه واله وكنيّه يعني ذات الكنيه الذي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما وهذا المفهوم يعلمون به الظلمه واتباع الظلمه انه خاتم الاوصياء وانه الذي يملا الارض عدلا وقسطا يا احمد بن اسحاق مثله يعني مثل هذا الغلام في هذه الامه مثل الخضر ومثله مثل ذي القرنين يعني ما اكتفى بتمثيل واحد بتمثيلين وهذا الى سبب والله لا يغيبن غيبة لا ينجو من الهلك فيها كأن الهلك مفروغ منها الهلك واقع لا محالة لذلك يقول لا ينجو من الهلك فيها إلا من ثبته الله على القول بإمامتهم ووفقه للدعاء بتعجيل الفرج هذا هنا يفتح باب الامام السعشير اليه قال احمد بن اسحاق فقلت له يا مولاي فهل من علامه يطمئن اليها قلبي يريد فرد اعجاز معين حتى ما يكتفي بالخبر وإنما بالعين إيه؟ فنطق الغلام وهو أبو ثلاث سنوات بلسان عربي فصيح فقال أنا بقية الله في أرضه والمنتقم من أعدائه فلا تطلب أثرا بعد عين يا أحمد بن إسحاق، لا تطلب دليل بعد أن شاهدت بعينك. أثر بعد عين لا تطلب. قال أحمد: فخرجت مسرورا فرحا فلما كان من الغد عدت إليه، رجعت إلى الإمام فقلت له يا ابن رسول الله لقد عظم سروري بما مننت علي فما السنة الجارية فيه من الخضر وذي القرنين هذا رجل عالم هو ما يفوت مطلب دون الاستثمار والاستفادة منه فثاني يوم اجى سأل عن شنو هي السنة الجارية في الخضر وفي ذي القرنين فقال عليه السلام: طول الغيب يا أحمد، الخضر حي وغائب، فقلت له يا ابن رسول الله وإن غيبته لتطول؟ قال عليه السلام: اي وربي، لاحظوا القسم، حتى يرجع عن هذا الأمر اكثر القائلين به هذا تحذير في غايه الشده اكثر القائلين به يرجعون عنه فلا يبقى زين شنو الضمان؟ شلون يقدر الانسان ما يكون من المتراجعين من المنقلبين؟ فلا يبقى إلا من أخذ الله عهده بولايتنا. وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه يا أحمد بن إسحاق هذا أمر من الله يعني قضية تعيينية إلهية وسر من سر الله وغيب من غيب الله فخذ ما آتيتك واكتمه لا تظهر وكن من الشاكرين تكن معنا غدا في علي هاي الرواية فيها مجال كثير للكلام وكل جملة منها تحتاج إلى شرح بس أنا أقف على بعضها على نحو السرعة الحقيقة الأولى اللي تستفاد من هاي الرواية أن الله عز وجل جعل الإمام مدار الأمن والأمان بين البشر وهو مدار الرزق الوفير والبركات، كلما الناس ارتبطوا بالإمام زاد أمنهم وأمانهم، وكثرت خيراتهم وبركاتهم، كلما غفلوا عن هذه الحقيقة شاع بينهم الخوف والنزاع والفتن وقلة الأرزاق والأعمار وزالت البركات، هاي حقيقة تكوينية اللي يعتقد بها يعتقد بها واللي ما يعتقد بها لا يعتقد بها لكن الأثر واحد اللي ما يعتقد بها أيضاً يناله ضرر عدم الإيمان بالإيمان بالإمام. هاي قضية تكوينية يشير إليها الإمام. وهذا ما يجب أن نتعلمه خصوصا في مثل هذه الأيام اللي انتشرت فيها الفتن وانتشرت الأوبئة والأمراض وكثر فيه فيها موت الفجأة والناس حقيقة يخرجون من وادي ويدخلون في وادي والمستقبل ربما سيكون أسوأ من الحاضر كما ان الحاضر لا يطاق من ناحيه المشاكل والازمات اللي البشر مبتلين بها ولا يختص فيها المؤمن وغير المؤمن، الكل الفتنه عامه والازمات عامه والمشاكل عامه بسبب الغفله عن الامام. هاي الغفلة كالذي يغفل عن الشمس ويغفل عن الهواء فلا يتنفسه هو الذي يتضرر هاي الحقيقة هنا الإمام يشير إليها وهاي الفتن والأزمات ما دام الناس يتكلون على أنفسهم وعلى الحكومات والحاكمين وعلى الجيوش والأجهزة والعلوم اللي متوصلين إليها لا يظنون انهم يصلون الى نتيجه ابدا. العالم يديره تديره القوة الروحية، القوة الغيبية. هاي الماديات والاسباب الطبيعية ادوات للقوة الغيبية. فليس من الحكمة يا بني البشر انهم يلتزمون بالاسباب الطبيعية ويغفلون عن الاسباب الحقيقيه. الحقيقه الثانيه ان غيبه الامام عن الناس هي اختبار لهم وهذا الاختبار قاسي وشديد. النجاه منه يقوم على امرين اشار اليهما الامام صلوات الله عليه. الاول الثبات على امامه الامام. والثاني الدعاء بتعجيل الفرج. مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ان لا يراد بالثبات على امامته، يعني مجرد القول بامامته، لا هذا واحده مو كافي. مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون هذا الإيمان عقيدة راسخة في القلب وفي النفس، حتى تصير من ملكات الإنسان. إذا صارت من ملكات الإنسان، إش قد ما يحاول الأعداء بتضليلهم، بتشكيكهم، بفتنهم، بأوهامهم اللي يبثوها بين أهل الإيمان، لا يتزعزع الإيمان. لانكم تعلمون وانتم من اهل المعرفه ان الايمان على قسمين ايمان ثابت وايمان معار. الايمان المعار السطحي القشري اللي بأدنى شك بأدنى وهم بأدنى تضليل صاحبه يروح. الاعتقاد بإمامته صلوات الله عليه مو الايمان المعار. اللي بمجرد شكوك اعلاميه يبثوها الاعداء يشوف سيل من الناس يتاثرون بها هذا ايمان معار المطلوب الايمان الثابت اللي يصير ملكه في نفوسهم ايش قد ما الاعداء يبثون من شكوك واوهام يزدادون رسوخا في معتقدهم هذا هو المنجى الثاني هو الدعاء بتعجيل الفرج هذا الدعاء ايضا المراد به بحسب قرينه المناسبه بين الحكم والموضوع الدعاء من صميم القلب ومن ظاهر اللسان الدعاء لا يكون من صميم القلب الا بامرين الامر الاول ان الداعي ينقطع الى امامه انقطاع حقيقي ارتباط روحي حقيقي يرتبط به الثاني يقطع الامل عن غيره اذا مجرد يؤمن به ينقطع اليه ولكن بعد عنده امل ان امريكا تسوي له حل او روسيا تلقي له فرد علاج او الحكومه تسوي له فرد حل هذا ما عنده ايمان من صميم القلب دعاؤه نصف دعاء دعاء غير كامل متى يكون الدعاء كاملا اذا صار مع انقطاع وقطع الامل عن الغير بحيث من صميم قلبه يجد بان لا حل له الا بامامه ما عنده فرد حل ثاني اذا لا يحمل هذه العقيده فدعاؤه لا يكون كاملا والعياذ بالله في بعض الأحيان يكون دعاؤه كاذبا والله عز وجل وعد الداعين بالإجابة ولكن وعد الداعين مو وعد المكذبين لازم حقيقة الدعاء متحققة حتى يقول ادعوني أستجب لكم أما من دون تحقق موضوع الدعاء وصدق الدعاء إجابة ما لأن هذا ليس بدعاء أصلا فهذه القضيه ينبغي الالتفات اليها من قبل اهل الايمان وهي مفتاح الحلول حقيقه الدعاء بتعجيل الفرج بالانقطاع الى الامام وقطع الامل عن غيره هذا حتى يعجل بظهوره صلوات الله عليه حلال المشكلات هذا الحقيقه الثالثه أن الفتن ستزداد كما يستفاد من هذه الرواية وتكثر على الناس في مدة الغيبة ولا ينجو منها إلا أصحاب العقيدة الراسخة والارتباط الروحي بالإيمان هناك شواهد عملية تجريبيه لهذه الحقيقه. لاحظوا مثلا في هذا العام اللي عام ابتلي بهذا الوباء المعروف وباء شل حركه الحياه في مختلف دول العالم وما فرق بين دوله متطوره ودوله متاخره بين بلد متقدم في امكاناته وقدراته وبين بلد فقير في امكاناته زياره عاشوراء في هذا العام زياره الاربعين في هذا العام زياره ليله القدر زياره الغدير زياره الامام موسى بن جعفر عليه السلام زياره الامير في ليله شهاده النبي صلى الله عليه واله. هذه قضيه لو توجه الطب، الطب المجتمعي او طب الاوبئه وصار علميا محايدا، تجربه جديره بالدراسه لمعرفه اسرارها. كيف يعقل ان كل ذوي الاختصاص يقولون هذا مرض كورونا معدي ويجب التباعد الاجتماعي ويجب وضع كذا وكذا من الاحتياطات والاحترازات ولا تجتمعوا تحت سقف واحد ومنعوا التجمعات وكل هذه الاشياء اللي تعلمونها كيف يعقل أن يجتمع أكثر من 14 مليون بلا مراعاة للموازين الصحية وبلا تباعد اجتماعي وبلا أخذ احترازات واحتياطات، ولا ينتشر الوباء بينهم؟ إذا الطب المجتمعي وطب الأوبئة يكون محايدًا ويدرس الظواهر بحياد علمي، لابد ان يجي يدرس هاي القضيه شلون يعقل بان اهل الاختصاص كانوا يتوقعون ان ملايين الاصابات ستقع في هذه الزيارات وليس الامر كذلك بل في بعض الاحيان انعكست النسبه بدل الصعود صار هبوط اين العلم الحقيقي المجرد من الميول المجرد من السياسه في دراسه هذه الظاهره ولو تجرد الاعلام من السياسه وصار اعلاما انسانيا ينظر الى القضايا الانسانيه بحياد بلا تسييس بلا سياسه لما غفل عن هذه القضيه، لماذا هذا السكوت المطبق تجاه هذا الموضوع الذي حير العالم؟ كله يمشي على خلاف الموازين التي ذكروها. كل الموازين الطبيه والصحيه والشروط والتعاليم التي ذكروها ملايين البشر خالفتها ولم تصب بشيء يذكر في هذا الشأن. قد يتوهم البعض يقول هذه صدفه، اولا الصدفه محاله. ثانيا الصدفه تقع مره واحده مو مرات مرات كثيره تكررت هذه القضيه يا صدفه قد يتوهم البعض بان الاصابات وقعت ولكن لا يعلن عنها الجواب القضايا العاديه القليله يمكن اخفائها اما اذا كانت اصابات بالملايين كما كانوا يتوقعون يمكن اخفائها خصوصا مع توفر الدواعي على نقل الاصابات اذا كانت موجوده لان اهل الايمان محاطون بماكنه اعلاميه معاديه لهم ولو وجدوا هذا الشيء لاشاعوه ونشروه اذا كيف يمكن الجمع بين ما يقوله اهل الاختصاص في هذا الوباء وبين ما لاحظه العالم اجمع؟ على مرأى ومسمع من الكل ان ملايين الناس يجتمعون بلا مراعاة لكل الموازين الصحيه اكلهم مشترك شربهم مشترك نومهم مشترك كلامهم مشترك كل على خلاف الموازين التي ذكروها ولا يحصل ما توقعوه اين يكمن السر؟ اهنانا السر اللي يصير سبب للاعلاميين سكتون وما يتكلمون. واهل الاختصاص في العالم يسكتون، لان هذه اكبر دليل على ان اللجوء لال محمد والارتباط بهم فيه النجاه. فيه الامن والامان، فيه السلامه. اذا الناس التجاوا اليهم ضمنوا امانهم وضمنوا امنهم وضمنوا سلامتهم. وبهذه القضية إذا أرادوا تسليط الضوء عليها أثبتوا للعالم بأن آل محمد هم الحق وأن شيعتهم على الحق فهذه حقيقة مما يؤسف له أن العالم يعيش في دجل وكذب وخداع وزور أمامها زين هذه تفسر لنا فلسفة الصراع القائم الآن في العالم. الغرب والشرق يصورون إلى الناس أن الصراع سياسي، وأن القضية على نفط، أو على جغرافيا من الأرض، أو على موقع في بحر، أو على سياسة اقتصادية. أبداً، هذه مظاهر لجوهر واحد. صراع في الجوهر في العقيدة لذلك كل الفتن أكثر الفتن وأكثر الصراعات والحروب وين في البلاد التي يقطنها أهل الإيمان الغرب متعصب ويعمل بتعصب ضد الإيمان وضد أهل الإيمان لا ينبغي للمجتمع المؤمن أن ينخدع بأخادع الغرب والشرق الصراع وجود ولا وجود المؤمن اللي... الذي يعتقد بظهور صاحب لهذا العالم ينشر رايه الهدى ويمحي الظلم والفساد الظالمون لا يقفون مكتوفي الايدي تجاه لا بد ان يحاربونها بشتى الاساليب والادوات هذه حقيقه مخفيه يتلمسها أهل المتابعة والتحقيق من الدواخل ومن الخفايا والتصريحات والمواقف تنعرف هاي القضية ذات الموضوع هو الذي عاشه الإمام العسكري صلوات الله عليه في مقابل دولة بني العباس ما خلوا شيء بن العباس إلا واتبعوه لقتل الإمام المهدي صلوات الله عليه فحينما تعذر عليهم ذلك قتلوا العسكري صلوات الله حتى يطمئنون بأنهم قد محوا نسل الإمام ونسل الإمامة هو هذا ذات النهج اللي الآن هم متبع لاحظوا مثلا في بعض الروايات وارد أن الإمام صلوات الله عليه حينما دسوا اليه السم. لاحظوا ما حدث. كان في دار الامام صلوات الله عليه. الامام موجود وعائله الامام هم موجوده. الروايه تقول: كبستهم الخيل. يعني ما إجواهم راجلين إجوا بخيولهم يعني شنو بخيولهم يعني مسلحين دورية عسكرية مسلحة تكبس دار الإمام وهو على مشارف الرحيل من الدنيا بعد واشتغلوا بالنهب نهبوا بيت الإمام والغار عليهم. الراوي يقول كانت همتي في مولاي حجه الزمان صلوات الله عليه بالاسم الخاص الذي يقال ممكن يشوفوه هم ليش غاروا ليش نهبوا عن شنو يفتشون يفتشون عن سر الله الاعظم المخفي في بيت الامام يردون يشوفوه وين لان هم بحسب سياسه الامام ما كان عندهم ثقه بان الامام مولود بعد. ثقه ما عندهم، عندهم ظنون قرائن عندهم بس هل هو مولود بالفعل؟ ما عندهم علم بهذا الشيء. فيقول الراوي كانت همتي فيه فاذا انا به عليه السلام قد اقبل وخرج عليهم من الباب. وانا انظر اليه وهو عليه السلام ابن ست سنين فلم يره احد حتى غاب خب لما ما عثروا على الامام اعتقلوا والده الامام السيده نارجيس اعتقلوها سجنوها يطالبون أن تسلمهم الامام وأودعوها السجن واعتقلوا جعفر أخو الإمام أيضا اعتقلوه ليش اعتقلوا جعفر يقولون أنت شون تدري بولادته ولم تخبر السلطة بذلك شوفوا النهج واحد لماذا لم تخبرنا بولادته فاعتقلوه فجعفر أنكر أنه كان يعلم بوجود الإمام أنكر هذا الشيء واعتقلوا جمعا من الشيعة والموالين أيضا إمام ذلك الزمان على مشارف الرحيل ليش الاعتقالات على شنو زين حينما أخذوا أم الإمام صلوات الله عليه إلى السجن طالبوها بالصبي بالإمام صلوات الله عليه فأنكرته وادعت أنها حامل ادعت هذا حتى تحمي الإمام صلوات الله عليه منهم فسجنوها حتى تلد عندهم ويقتلون الوليد يقتلون وليدها وجعل عليها هذا المعتمد او المعتمد جعل عليها ومعها نساء وبعضها من نفس نساء بني العباس لان يعني ما عندهم هوايه ثقه بامائهم وجواريهم خلوا من نسائهم ايضا حتى نجاه الله في قضيه مفصله، انا وقت ما عندي تراجعوا بعد كتب التاريخ، حتى تشوفون الامام صلوات الله عليه وعائله الامام شنو من تحديات ومن صعوبات واجهوا لاجل الحفاظ على حجه الزمان صلوات الله عليه. اذا لابد وان نعرف ونلتفت إلى أن هذه القضايا التاريخية التي وقعت هي مستمرة إلى زماننا هذا. وما يعانيه أهل الإيمان في هذه الأيام من مشاكل ومن أزمات هي ناشئة من اعتقادهم وتمسكهم بأئمتهم عليهم السلام. لازم يعرفون قدر إيمانهم ويعرفون قدر أنفسهم ويعرفون ماذا يجب ان يعملوا في مقابل ذلك ولا ينخدعوا ولا تغرهم الشكوك والاوهام والاضاليل والاباطيل فان العقيده هي جوهر هذا الصراع فمن اراد ان ينجو بنفسه في دنياه وفي اخرته فعليه بالتمسك بولي الأمر سلام الله عليه ويكثر من الدعاء بالفرج دعاء قلب لا دعاء لسان أسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفة أوليائه والبراء من أعدائهم ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين